واحساس كبير كان عندنا بحال شي غبن علينا. تحلينا دابا المسجد اللهم لك الحمد، ان جمعه ما كاينش بحالها. هو من نهار بدات كورونا عمرنا ما صلينا في المسجد ديال الجامعه، كنجيو كنصليو غير في الجناب هنايا، الاوقات الاخرى ماشي الجامعه، اما الجامعه في المنزل. الشعور ما لا توصف، شعور كبير. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ونتمناو المساجد اخرى. هذا اللي كاين. فرحانه واحد الفرحه ما نقولكش، فرحانه واحد الفرحه ما نقولكش. عند الله هكا ان شاء الله نكونوا عند الله غاديين فرحانين في عنا وعملنا ان شاء الله. وكنتمنى الامه كلها ان شاء الله تكون هكا ان شاء الله، نجمعوا هكا ان شاء الله في الجنه ان شاء الله. والحمد لله على هذا النهار، الحمد لله يا رب، الحمد لله. الله يرفع علينا هذا الوباء. نطلب الله سبحانه وتعالى، وهذا النهار هذا بحال مشينا لمكه، ونطلب الله سبحانه وتعالى ديما نصليو في هذا المسجد، ونطلب الله سبحانه وتعالى الله يخفف علينا ما نزل، والله يشافينا ويشافي جميع المسلمين. منذ 7 أشهر كاملة لأول يوم نؤدي صلاة الجمعة في هذا المسجد العظيم في مدينة الدار البيضاء، وسعدت كثيرا والحمد لله والفضل لله أن مكننا أن نعيد لمساجدنا لنؤدي الصلاة في ظل هذه الجائحة الكبيرة التي تجيح العالم كله، التي يعني أثرت سلبا في العالم كله. واه في حقيقة راه عيد، الحمد لله عيد. واه كنبارك اليوم هذا بحال يوم عيد. لهذا النهار شقنا شحال ما بقينا حضرنا في صلاة الجمعة. والحمد لله الحمد لله الحمد لله، رجعت المياه المجاري الحمد لله، والله رفعنا هذا الوباء هذا، شنو نقولوا.